السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا اللبؤة أو أنثى الأسد في المنام. رؤيا العزباء لبؤة في المنام تشير إلى أنها سوف تتزوج في وقت قريب. رؤية العزباء الهروب من اللبؤة في المنام تشير إلى انتهاء جميع الهموم والأحزان التي في حياتها. رؤية العزباء ركود اللبؤة خلفها في المنام تشير إلى وجود شخص سيء في حياتها يحسدها ويحقد عليها دائما. رؤية العزباء إمساك اللبؤة لها وأذيتها في المنام تشير إلى أنها سوف تمر بفترة صعبة بسبب ارتباطها بشخص غير مناسب لها. تفسير رؤيا اللبؤة في منام المتزوجة. رؤيا أنثى الأسد أو اللبؤة في منام المتزوجة تشير إلى أن الله سيرزقها بالحمل قريبا. رؤية المتزوجة هجوم اللبؤة في المنام تشير إلى كثرة الأشخاص السيئين في حياتها ورغبتهم في إيذائها. رؤية المتزوجة الهروب من اللبؤة في المنام تشير إلى أن الله سيرزقها بخير ورزق كثير في حياتها. تفسير رؤيا اللبؤة في منام الرجل. رؤيا الرجل لبؤة في المنام تشير إلى أنه سيحقق أرباح ومكاسب كبيرة من عمله في الفترة المقبلة. رؤية الرجل أنه في حرب ورأى لبؤة في المنام تشير إلى أنه سيسافر خارج وطنه لعدة بلاد في المستقبل. رؤية الرجل أنه يشرب من حليب اللبؤة في المنام تشير إلى أنه متزوج من امرأة تفشي أسراره. رؤية هجوم أنثى الأسد ورفض مواجهتها في المنام تشير إلى أن الرائي شخص مسالم يفعل دائما ما بوسعه من أجل الابتعاد عن المشاكل. تفسير رؤية أنثى الأسد أو اللبؤة في منام المرأة الحامل. رؤية الحامل لبؤة في المنام تشير إلى أنها ستمر بفترة حمل مريحة ولا يوجد بها أي مشاكل صحية. رؤية الحامل جرو الأسد أو شبل الأسد في المنام يشير إلى أنها سوف تضع مولود ذكر بإذن الله. قتل اللبؤة أو التخلص منها فذلك يعني الراحة والخلاص من الهموم والمشاكل في الحياة، وفي الرؤية بداية حياة جديدة بها الكثير من التغيرات الإيجابية في الحياة. يقول الإمام النابلسي أن رؤية اللبؤة في منام العزباء قد تعبر عن وجود صديقة منافقة ومخادعة في حياة العزباء، وعليها الحذر من الأشخاص المحيطين بها. الزواج من أنثى الأسد هي إشارة إلى الخلاص من الأعداء ونيل منصب هام وتحقيق مكانة كبيرة بين الناس، وفي الرؤية إشارة إلى تحقيق الكثير من الأموال. الأكل من لحم اللبؤة هي دليل على نيل منصب هام في الحياة. الدخول في صراع مع أنثى الأسد مع القدرة على السيطرة عليها أو القيام بقتلها هي رؤى محمودة وتشير إلى الخلاص من الهموم والمشاكل في الحياة وتحقيق الأهداف المنشودة في الحياة بصورة عامة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما ما نقدم من عالم الأحلام. إلى اللقاء في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.